هنتكلم دلوقتي على مجمع قلاوون. ومجمع قلاوون طبعا من الحاجات المدهشة جدا اللي موجودة في تاريخ العمارة بأكملها، مش بس العمارة الإسلامية ولا العمارة المملوكية، أنا بعتقد إن هو علامة فارقة في تاريخ العمارة برمتها. ليه؟ لأن اللي موجود في مجمع قلاوون لم يوجد من قبل. مين بقى قلاوون؟ طبعا قلاوون ده يكون أحد المماليك اللي كانوا موجودين في جيش قطز، اللي كانوا موجودين في جيش أيبك، اللي كانوا موجودين في جيش صالح نجم الدين أيوب. يعني لو ابتدينا نفكر كده في فكرة المماليك بصفة عامة، هنلاقي إن هم دخلوا مصر منذ الأيوبيين، وكانوا بيعتمدوا عليهم في الحروب الصليبية لقوتهم وصلابتهم وتدريبهم القوي جدا، ثم قوت شوكتهم تدريجيا شوية 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 لحد ما وصلوا إلى أعظم مرحلة في حياتهم اللي هي في عهد الصالح نجم الدين أيوب. والمعركة بتاعت المنصورة كان مشارك فيها عز الدين أيبك، ومشارك فيها قلاوون، ومشارك فيها قطز، ومشارك فيها بيبرس، ومشارك فيها كل الشلة دي كلها. فلما مات كل دول، وصل الحكم من بعد بيبرس إلى مين؟ إلى قلاوون. فقلاوون ده كان عايز يعمل حاجة مختلفة. يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ تعالى كده بص معايا على المجمع اللي هو عمله، بص كده على البلان وقول لي رأيك فيه ايه عن درجة التعقيد، وايه اللي اتغير في البلانات منذ مسجد الظاهر بيبرس الى مجمع قلاوون، واحنا ليه بنسمي قلاوون مجمع مش مسجد؟ مجمع عشان فيه مدرسة وفيه كذا محراب مدرستين مدرسة بتاعت صحة ضريح نفسية. مدرسة وضريح وهو مستشفى، صح كده؟ تمام؟ يبقى مكون من ثلاث أجزاء، ليس مسجد فقط ولكن هو ضريح ومدرسة ومستشفى، وبالتالي كمية التعقيد اللي في البلان بتاعته غير طبيعية. متفقين معايا إن ده بلان معقد ولا زيه زي بتاع الظاهر بيبرس؟ معقد جدا، وبس يعني عامل فيه كمية زونينج وسيركيليشن، ويعني شغل خزعبلي، يعني مش معقول يكون اتعمل في سكتش واحد. يعني ده انت لو بتعمل سكتش ديزاين كنت اكيد اخد منك وقت اكتر من كده. طيب التقسيمه بتاعت البلان عامله ازاي؟ هنلاقي رقم واحد هنا موجود عندنا اللي هو المدرسه، ورقم اتنين على يمين المدخل اللي هي الضريح، وده من اجمل الاضرحه اللي موجوده في العالم، ورقم ثلاثه الجزء الخلفي اللي هو المدرسه المستشفى. طبعا الجزء الخلفي ده هدم الان وتهدم، بس من الطريف انك تعرف ان المستشفى دي كانت شغاله رسمي تبع الحكومه لحد الخمسينات من القرن الماضي، يعني لحد 1950. فتخيل بقى الثواب اللي اخده قلاوون اللي عمل مستشفى لاول مره بتعالج المرضى بالمجان، وبتنفق عليهم وبتاكلهم، وتقرا في الاوقاف بتاعه المستشفى ده هي ان هم كانوا بيدوا كل واحد بيخف غير الدواء والاقامه المجانيه في المستشفى، اول لما بياخد اذن خروج بياخد معاه فرخه وتموين وسكر واغذيه وفلوس بوكيت ماني لمده اسبوعين نقاه. فده قدر الايه؟ قدر الانفاق اللي كان بيتم على الصحه. فده طبعا من الحسنات اللي تذكر لقلاوون، واللي هي مستمرة لحد النهاردة، لدرجة ان انت لو رحت في شارع المعز وبصيت على يمين المدخل هتبص تلاقي ان في مكتوب مستشفى قلاوون للعيون، ومكتوب فيه تاريخ الافتتاح بتاعها 1297 ميلادية، يعني بقالها اكتر من 700 سنة وهي شغالة. طبعا ده المستشفى العيون، ده الاسم الجديد اللي اتعملت فيه المستشفى بعد لما هدم الجزء الخلفي، لكن هي مش دي الأصلية ولا ده البلان بتاعها. تعال نتكلم كمان على الحاجات المميزة لمجمع قلاوون. هنلاقي ان المعماري اللي بنى مجمع قلاوون كان اسمه الأمير علم الدين الايه الشجاعي، الأمير علم الدين الشجاعي، وده از اكسبرت ان اركيتكتشر وانجينيرنج، وهو اللي اشرف على البناء، وده كان بيسمى اللقب بتاع المعماري اللي هو شائد العمائر، زي ما هو مذكور في القصه بتاعت ريم باسيوني اللي اتكلمنا معاها من اسبوعين. طيب الناصر قلاوون من اهم انجازاته ان هو جهز الجيش النهائي لايه؟ لاخراج بقايا الصليبيين من الاراضي المقدسه. يعني طبعا احنا قلنا ان الشرعيه اللي دخل بيها المماليك على مصر
ان هم لا هم من آل البيت زي الفاطميين ولا زي العباسيين ولا ان هم من الدولة الأموية، انما المماليك دول جايين اصلا من بلاد برة، فكل اللي يقدر يخش عليه ان احنا اول انجاز اتعمل ان احنا قضينا على التتار وقضينا على خطر التتار واستمرينا في مكافحة ما تبقى من الصليبيين. هتقول لي ازاي يا دكتور هو مش الصليبيين دول اتهزموا في حطين وخلصوا؟ حد هيرد عليهم ويقول ايه؟ في كذا مرة بيبعتوا جنود عشان يحاولوا يرجعوها تاني حملات. كل الكلام طالع في التسجيل يا جماعة. غريب انت قاعد مع مين يا غريب؟ واحد احنا شلنا غريب خلاص. هند هتتكلمي؟ لا. طيب حد عنده اجابه ازاي ان الصليبيين لسه بيتحاربوا؟ في حملات كذا مره يعني ما سكتوش، كان في بيبعتوا حملات عشان يرجعوا القدس تاني. والدليل؟ لا مش فاكر، ما عنديش دليل. امال الصالح نجم الدين ايوب كان بيحارب مين؟ كان بيحارب الصليبيين. طيب هم الصليبيين دول كانوا بيحاربوا صلاح الدين ولا جايين بيحاربونا في مصر؟ كانوا بيحاربونا مصر طبعا. طيب يبقى إذن إيه؟ إن الحملات الصليبية استمرت من بعد صلاح الدين في محاولات لاستعادة القدس أكتر من مرة، وكانت الحملة الصليبية السبعة هي دي اللي كان بيقاومها الصالح نجم الدين أيوب اللي انتهت بهزيمة لويس التاسع زي ما قلنا قبل كده. فقلاوون كان هيقضي على بقايا الصليبيين اللي موجودين في الأراضي الفلسطينية لحد لما للأسف توفى وهو بيجهز جيش لفتح عكا، واللي كمل الحرب ده اللي كان ابنه الناصر محمد ابن قلاوون. لكن الناصر قلاوون ذات نفسه عنده اكتر من 30 اثر موجودين في مصر، من ضمنهم المجمع بتاع قلاوون ده اللي هو اتبنى على انقاض ايه بقى؟ على انقاض القصرين الفاطميين اللي كانوا موجودين في المنطقه دي. وهنا مهم جدا الطريقه اللي اسس بيها قلاوون للمجمع ده. هو ينفع ان انا ابني حاجه خيرية على حاجة حرام؟ لا حرام؟ لا ما ينفعش. طيب هو ايه اللي يمنع قلاوون من ان هو يحط ايده على القصرين بتوع الفاطميين بحجة ان دول كانوا شيعة ودول زمانهم انتهى خلاص، وان انا الاوان ان احنا نعيد هيكلة الدولة المصرية وان احنا نتحول الى المذهب الشيعي وان ايه ونصادر أموال هؤلاء القلة المنحرفة الفسقة اللي كانوا بيحكموا مصر؟ قلاوون ما عملش كده. أمال عمل إيه؟ دور على الورثة بتوع القصرين دول اللي هو كانوا أصلاً اتدمروا ما فيش فاضل منهم غير ركام، واشترى الأرض دي بتاعة المنطقة اللي كان فيها القصر الشرقي والقصر الغربي، وبنى المجمع بتاعه على جزء من ميراث الفاطميين في فين؟ في الإيه؟ في القصر الغربي. ولذلك لقد يعني ابتغى مرضات الله بالفعل في وتحرى الدقة في الحصول على الـ الأوراق الرسمية لتثبت أن الفلوس اللي بنى بيها المجمع اللي قصده بيها خدمة الناس انفقت فعلا فيما إيه؟ فيما هو حلال. وده يوصلنا إلى النقطة المهمة جدا، أن احنا من أول النقطة دي وطالع وإحنا أصبحنا بنشاهد أن المماليك بيبنوا حاجات فيها خدمات مدنية أكتر منها خدمات دينية. فإحنا ما شفناش الفاطميين هم بيبنوا مثلا سبيل أو بيبنوا خنقاة أو بيبنوا مدرسة، لا ده كان الفاطميين ومن قبلهم جميع الفئات اللي حكمت مصر بتركز على أنها تبني مساجد للعبادة وملحق بها دار للإمارة. لكن دي أول مرة نشوف منشآت سيفيك أو منشآت خدمية عامة لعموم المصريين ومأمولة بالكامل بالمجان وبينفق عليها من بيت المال. فده تطور إيجابي وجيد جدا. يبقى احنا بنتكلم هنا من نوعية
البناء، أول اختلاف شكل المسقط الأفقي، ثاني اختلاف تنوع الوظائف اللي موجود. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على ان عبقرية المدخل ده هي متمثلة في ان احنا بنخش من مكان متوسط ما بين استخدامين، ودي كانت مهمة قوي خصوصا لو انا سألتك هو فين اتجاه القبلة هنا؟ عند اكبر ايوان، عند ايوان القبلة اللي هو على اليمين، يمين رقم واحد. يمين رقم واحد يعني انا يعني القبلة اعلى اللوحة؟ لا لا، يمين رقم واحد. يمين رقم واحد يعني تحت السهم. تحت السهم بالظبط. بالظبط يا منى، برافو يا منى. هو ده المحراب، وهو ده ايه المكان اللي فيه المحراب بتاع المسجد، سواء في المدرسة تحت عند رقم واحد او في الضريح عند رقم اتنين. فانا عندي هنا لو حاولت اجيب لكم البوينتر اهو، تمام، عندي هنا ايه المدخل من هنا، اوكي، وعندي هنا في ادي محراب، وعندي هنا كمان ادي محراب تاني. طب فين بقى العبقرية؟ العبقرية في ان انا الظروف بتاعة الشارع مخلية ان ده شارع المعز بالمنظر ده، يبقى الحيطة بتاعة المدخل هي نفسها الايه القبلة. فهل من الممكن ان انا اخش من هنا مثلا؟ لا يعني ده ممكن. لان انا هخش كده على الصفوف، وبقى انا في وش ايه، في وش المصلين. طب اخش من هنا؟ لا لا. امال ايه الحل؟ ان انا اخش من طرقه جانبيه، ومن الطرقه دي اقدر اخش من باب خلفي لدول، ومن باب خلفي لايه لدول. يبقى انا لو عندي لاي ظرف من الظروف في صلاه في الصفوف الاماميه، انا مش بقطع الصلاه وبخش على مكان حيادي طرقه، او زي ما بناخد كده في الديزاين لوبي ايه، لوبي التوزيع. فتخيل بقى لما يبقى الفهم بتاع المعماريين في هذا الوقت على هذه الدرجة من التعقيد، بحيث انه يكون فاهم في الزونينج وفاهم في السيركيليشن وعنده عبقرية في الحلول للأماكن المعقدة، بحيث انه هو ما يقدرش ايه يقطع صفوف الصلاة. الضريح ده بيوصف على انه هو تاني اجمل ضريح في العالم. امال فين اول اجمل ضريح؟ تاج محل. تاج محل. يبقى لو دخلنا هناك وتفرجنا على النقوش والجمال اللي موجود في المكان ده، هنعرف فعلا ليه النقاد وصفوا ضريح بتاع السلطان قلاوون بان هو من اجمل الاضرحه اللي موجوده في العالم الاسلامي كله، ولا يشبهه او لا يعلو عليه الا فقط ضريح تاج محل. وطبعا ما انت مفروض محتاج افكرك ان تاج محل هو ضريح فعلا وليس مسجد كما يشاع او كما يعتقد الكثير من الناس. النقطة الثانية اللي مهمة جدا في الضريح ان هو مرفوع على اربع عمدان وعلى اربع اكتاف. جبت منين الكلام ده يا دكتور؟ اهو بص على رقم اتنين، اربع ايه؟ اربع اكتاف تخينة اللي هي موجودة هنا اهي شايفينها، تمام، واربع عمدان رفيعة اللي هي موجودة فين؟ هنا. يبقى القبة اللي متشالة فوق الضريح ده متشالة على أي نوع من الأشكال الهندسية؟ متمن. متمن. على متمن. لو عايز تشوف فين المتمن، قرب كده شوية كده جوه، هتبص تلاقي إن في ركن من أركان المتمن باين في ما أنا بشاور لك، مكون من شباكين وإيه؟ ودايرة في النص، وده العلامة بتاعة المماليك البحرية. ده اللي بنقدر نعرف منها ان ده عصر المماليك البحرية ولا المماليك البرجية. هنا برضو باين ايه الشباكين والدايرة اللي موجودة من فوق، اما الزخارف اللي موجودة في السقف اللي باينة هنا فايه فحدث ولا حرج على الروعة والجمال اللي موجود فيها. هي مش الشبابيك دي شفت الجوسك؟ لسه هنتكلم بقى على ايه، على الشبابيك دي شوية. انهي شبابيك فيهم؟ اللي فوق ديت واللي تحت. لا تعالى بقى اتفرج على المبنى من بره. واجهة المبنى من بره طبعا اللي انا شايفه هنا ده اللي هحاول اجيب لك تاني اهو الليزر بوينتر، تمام، ده المدخل صح. يبقى اللي على يمين المدخل هنا هو ده ايه الضريح، وادي القبة اللي ايه اللي فوق الضريح هنا، وعلى شماله كان في المدرسة اللي احنا هنشوفها من جوه المبنى. انما تعالى بقى اتكلم على تفاصيل الواجهة. تفاصيل الواجهة ان هي عرضها بالطول كده 67 متر وارتفاعها حوالي 20 متر. وافتكر الرقمين دول كويس علشان هنستخدمهم تاني لما نرجع نقارن بينه وبين السلطان حسن. اما الارشاط اللي موجودة في الواجهة فالاول مرة بنشوف
واجهة أو مدخل بارتفاع كم دور؟ أكتر من دور. لو إحنا فاكرين العمارة الفاطمية كنا بنتكلم على إن المداخل بارزة protruding entrance زي ما شفنا حتى في الظاهر بيبرس اللي لسه متأثر بالعمارة الفاطمية، وعندنا المدخل بتاع الحاكم برضو بارز، والمداخل الأخرى في الأقمر وفي الصالح طلائع. يبقى إحنا عندنا هنا المدخل بدل المدخل البارز المدخل الإيه؟ العملاق. ودي من مزايا العمارة المملوكية البحرية خاصة، اللي هو الجيجانتيك بورتل أو المدخل البورتل اللي هو ارتفاعه في الحالة دي 20، ومكون من أرشين فوق بعض. الأرش الأولاني اللي هو العقد اللي هو المدبب أو البوينتد أرش، وفوقية عقد ما شفناهوش إلا في العمارة بتاعت فين؟ بتاعت الأندلس، لأن هو عقد من أنهي نوع؟ من ناحية من نوع حدوة إيه؟ حدوة الحصان. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا تأثير من العمارة الأندلسية بارز، بل زي ما كان اللي كان بيتكلم دلوقتي محمد أو مش عارف مين بيقول لي يا دكتور أنا شايف ملامح من العمارة القوطية اللي موجودة، وده صحيح فعلا. أنت لو بصيت على الأرشات البوينت اللي محفورة في الواجهة بقى، مش الشبابيك، إنما الإيه؟ الأرشات اللي متشكلة في الواجهة، هحس بالتدرج اللي موجود زي بالظبط كنيسة نوتردام أو العمارة القوطية اللي كانت موجودة في أوروبا. وده إن دل على شيء يدل على إن العمارة الإسلامية تأثرت وأثرت في العمارة الأوروبية في ذات الوقت، وإن السلطان قلاوون مع وجود الحروب الصليبية فمن المؤكد إن هو يا إما استعان بشوية عمال مهرة من اللي كانوا بيشتغلوا في الكنائس، كان بعضهم أسرى من الحروب الصليبية بيجي يشتغل، وبعضهم كان بيجي يعني إيه يعني بحثا عن الرزق. أما الكتابة اللي موجودة في الواجهة هنا فدي كتابة بخط الثلث، وخط الثلث مختلف عن الخط الكوفي اللي كنا بنشوفه فين؟ في العمارة الفاطمية. أما عرايس السماء فزي ما أنت شايف كده اللي هي العرايس السماء المشرشرة اللي برضو شفناها في العمارة الفاطمية. يبقى لسه ما شفناش أنواع عرايس السماء اللي مميزة للعمارة المملوكية أكتر من غيرها. تعالى بقى نتكلم هنا على الناحية اليمين على المبنى والقبة من بره. حاجتين مهمين أو ملفتين للنظر. أولاً شكل القاعدة بتاعة المبنى. القاعدة دي متمنة ولا مدورة ولا مربعة؟ مربعة. مربعة. وهل ده شائع في المآذن الإسلامية في المنطقة دي؟ لا. لا، في الأندلس. هو كان موجود شوية في الفاطمة. هو الصوت راح؟ أنا فاكر إن الصوت راح يا دكتور. لو اتكلمنا مرة تانية على المدنة المربعة هنلاقي ان كمان فيها نوع من الارشاط اللي زي اللي كان موجود هنا، اللي هو من انهي نوع؟ حدوة الحصان. فشفت بقى ايه يعني انا شايف كمية ملامح تتسئل عنها في الامتحان دي يعني او في البحث بتاعك للصبح. ما هي الملامح التي تدل على تأثر قلاوون بأنواع مختلفة من العمارة؟ أذكر هذه الأنواع وأماكنها. فعندك العمارة المغربية والأندلسية والقوطية، وكمان عمارة البحر الأبيض المتوسط المتمثلة في الموزايكو اللي موجود في المحراب، والمتمثلة في الإزاز الملون المعشق اللي موجود في زجاج الشبابيك أو النوافذ اللي موجودة هنا. طيب ده كمان في حاجة كمان موجودة فوق في أعلى المدنة اللي هي العقود المتقاطعة. لو أنت بصيت على الباتر اللي مرسوم هتلاقي ان في عقود ركبة فوق بعضها زي ما يكون زيجزاج كده فوق بعضه، وده برضو خليك فاكر اللقطة دي عشان هنتفرج عليها. طبعا في حاجة مهمة قوي ان المدنة دي سقطت في عهد ماذا السلطان قلاوون، وقام بإعادة بنائها على هيئتها الأولانية ابن الناصر محمد ابن قلاوون، وهتلاقي اسمه محفور في الحجر في البندة اللي مكتوبة هنا دهي.
ممكن نتفرج على الواجهة بتاعة مجمع قلاوون بالفيرتشوال رياليتي، بس علشان الوقت ما يسرقناش هنقفز على دي ونخش على طول على ايه، على بقية الحاجات اللي اتكلمنا عليها. احنا قلنا ارتفاع البوابة قد ايه؟ 20 متر. اوكي، فيها كام، فيها كام ارش؟ 2 فوق بعض. عارف لو انا سالتك سؤال وقلت لك هو في كام نوع من الارشات موجود في البوابه، مفروض تقول لي كام نوع؟ 2 3. عارف ليه؟ 3. عندك واحد اللي هو ايه، pointed horseshoe، وفوق كان في هورشو، وهنا سيمي سيركل، صح؟ اه. انا البوابه فيها 3 انواع، لكن تعال بص الزاويه اللي بتاخد منها اللقطه بتاعت الحفر اللي في الواجهه دي، هتفهم ليه الدكتور بيقول لنا ان في ملامح من العماره القوطيه، صح كده يا ميرنا؟ اه تمام. ليه يا ميرنا؟ عشان في يعني هو كذا راكبين فوق بعض كده، ليفلز، يعني سمك الحيطه اللي حوائط الحمله دي سميكه جدا، لدرجه ان هو عشان يفتح فيها شباك محتاج يعمل تدرج في الحفر بتاع الحيطه علشان يوصل لللاير بتاعه الازاز. فبص عامل كام، هو واحده، ادي واحده، ادي 2، ادي 3، ادي 4، 3 مستويات من الريسيسز علشان يوصل للشباك اللي على شكل ايه، على شكل بوينتد ارش. اما بقى الدوم من جوه، واو، يعني للاسف الشديد احنا عندنا قباب اتغيرت ملامحها كتير، بس قبه الصالح الناصر قلاوون من القبب المميزه لسببين. اول سبب ان هو مبني على قاعده متمنه زي الايه، القاعده اللي مبني عليها قبه الصخر، ولذلك في بعض الاراء بتقول ان قلاوون بما انه كان بيحارب الصليبيين في اراضي فلسطين، فكان في نوع من انواع الحنين او انواع الايحاء ان هو عايز يتشبه شويه بايه، بقبه الصخر اللي موجوده في بيت المقدس. الحاجه الثانيه الارتفاع الشاهق للرقبه بتاعه الايه، بتاعه القبه. لو انت دققت كده كويس هتلاحظ ان الشبابيك اللي موجوده في كلير ستوري ويندو اللي متشال عليها القبه انها عاليه بزياده شويه. خدت بالك من دي ولا لا؟ أوه. طب ما كانش ممكن ان هو يلزق القبة على السطح على طول؟ اهو باينة هنا. ليه؟ ايه اللي يمنعه ان هو يلزق القبة على السطوح على طول من غير ما يعمل الرقبة الطويلة المتمنة دي؟ شبابيك؟ لا، تعالى، مش باينة هنا، بس هو السبب في كده من البلان. ايه البلان بيقول ايه هنا؟ بص الشارع اللي موجود قدام مجمع قلاوون عرضه كبير ولا صغير؟ تعالوا بقى نتكلم على المحراب. المحراب طبعا معمول على شكل بتاع ده pointed arch، وده يعني من اجمل المحاريب اللي موجود في العالم كله. الزخارف اللي فيه معموله بالرخام ومعموله باللؤلؤ وبالحجار الكريمه بشكل لم نشهده من قبل. حتى الزخارف اللي موجوده جواه ما هياش شبيهه بالزخارف التقليديه اللي بنشوفها في المحاريب في اماكن اخرى. اما بما فيما يخص المدنه، احنا اوريدي اتكلمنا عن القاعده بتاعتها معموله ازاي. مربع، قاعدة مربعة، ويعلوها واحدة مربعة تاني، واحدة مربعة. أما الكتابة اللي منقوشة عليها جاية منين؟ يبدو لما جه اتهدت المأذنة وبعدها تاني. كاتب عليها، فأنت لو دققت في المكتوب، في اللي مكتوب هنا هتلاقي مكتوب إيه؟ جدده الناصر محمد ابن قلاوون، ما مش عارف ناصر الدنيا والدين وشوية ايه كلام كده مديح في قاهر التتار والمغول والصليبيين وكل الناس. من الحاجات دي كانت شائعة قوي ان اي سلطان يتكلم عن نفسه لازم يطلع نفسه الملك المظفر العظيم الجبار الايه المنتقم، الحاجات دي كلها. اخر لقطة عندنا في المأذنة بنتكلم على تأثير العمارات اللي من المناطق الاخرى. احنا اوريدي قلنا، تفتكروا متأثر بمين؟
أندلس. بالأندلس. عايز دليل أهو. أول دليل المأذنة بتاعت مسجد قطوبيا اللي موجودة في مراكش، وطلع لي الحاجات اللي شبه فيها، وعندك المأذنة اللي موجودة في جيرالبا في أشبيلية في أسبانيا، لأنها أرض بقت كنيسة زيها زي كل الآثار الإسلامية للأسف اللي موجودة في أسبانيا. وأنا عايزك بقى إيه كسؤال كده استفهامي ممكن يجي لك في البحث بتاعك، طلع لي عناصر التأثر اللي واخدها قلوون من كل من مأذنة مسجد قطوبيا اللي في المراكش ومسجلة جيرالدا اللي موجودة في أسبانيا. القاعدة المربعة. القاعدة المربعة. طيب الأرشة المتداخلة هو خالص. هو طبعا القاعده المربعه اقدر اقول ان في واحده اكتر من واحده، ولا انا غلطان؟ ايوه اللي هي بتاعه جرنادا دي موجوده فيها طويله قوي. اشبه بانهي، قطوبيا ولا بتاعه جيرالدا؟ قطوبيا. قطوبيا لان فيها مستوى واحده مربعه واحده مربعه ثم ايه ثم البدن الوسطاني بتاعها مربع ثم بلكونه متمنه ثم الايه الجزء بتاعها، فهو ده اشبه بمين؟ بقطوبيا، صح؟ طيب طلعوا لي بقى الحاجات اللي من جيرالدا فيها ايه. دي الاركيد اللي انت قطعت عليها الله عليك يا ميرنا. هابي فيس والله يا ايه النهارده ميرنا متالقه. عندنا الارشات او الزخارف المتقاطعه من الارشات ده هي موجوده هنا فوق عند قلاون وموجودة هنا برضو عند قطوبيا، أنهي أكتر؟ دي ولا دي؟ الأوضح فين؟ قطوبيا. يا جرد قطوبيا. قطوبيا. أنا رأيي إن إيه؟ إن قطوبيا أوضح من جيرالدا، ولا أنتوا رأيكوا إيه؟ أيوة. طيب التشكيلة بتاعت الشباك اللي موجودة هنا دي بص بقى ايه حركة الصياعة دي، شايف دي؟ ها؟ ايوه شايفها هنا؟ يعني لو حبيت اتتبع الملامح هقول ان هنا وصل لهنا وهنا وصل لهنا، او ان هنا وصل لهنا وهنا وصل ايه لهنا. اللي يحسم الجدل ده مين؟ التواريخ. تطلع لتاريخ التاور اوف جيرالدا وتطلع بتاعة قطوبيا وتطلع بتاعة قلاون وتشوف مين اللي اتأثر بمين علشان نثبت هل قلاون اللي قلد الاسبانيا والاندلس ولا اسبانيا والاندلس هم اللي ايه اللي قلدوا قلاون. طبعا هي نتيجة محسومة على فكرة، يعني عشان بس اوريك الايه ازاي ان المسيحيين غيروا في الجامع. طبعا انا عايز اقول لك معلومه، انا زرت طبعا المسجد بتاع اشبيليه ده، وده المدنه بتاعته جباره بمعنى كلمه جباره. عارف ليه؟ لان جواها مش سلم، جواها عباره عن رامب، ودي تعتبر اول مأذنه موجوده في العالم بيطلع عليها الحصنه. فشوف العز اللي كان موجود في الدولة الإسلامية في الأندلس، كان المؤذن مش زي الغلابة اللي عايشين في مصر ومغرب بيطلع على سلم لما يتهد حيله، لا ده كان بيطلع وهو راكب. وراكب إيه؟ يعني بالمفهوم العصري المأذنة دي كان فيها أسانسير أو سلم متحرك جوه. فمتخيل إن القاعدة العريضة بتاعة المأذنة المربعة دي تسمح بإنك تعمل رامب على أربع مراحل مش على مرحلتين بس، يعني الرامب طالع أربع أركان في المربع، تك 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 أربع مرات لحد ما توصل فوق. كانت المأذنة الجزء المتبقي منها دي كانت نهايته، وتستطيع طبعا أتخيل أن الأجراس اللي موجودة فوق دي هي عبارة عن إضافات من إيه؟ من المسيحيين. من لما حولوا الجامع ده إلى كنيسة وحولوا المأذنة إلى إلى بيل تاور للكنيسة. وطبعا واضح الفلاينج باترسز اللي موجودة تحت اللي بتدعم الأجزاء الحديثة اللي استحدثت في المسجد.